صباح النور، صباح البهجة والسرور. عسلامتكم، مرحبا بكم الناس الكل. شنو احوالكم؟ لاباس ان شاء الله، كلكم تكونوا في خير وفي صحة وفي نعمة يا رب العالمين. لالا صبحي. صباح الخير، شنو احوالكم الكل؟ يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم، وان شاء الله تكونوا في خير ونعمة الكل وصحة وعافية، وان شاء الله ربي ينجح كل من مؤمن وطلب النجاح، وربي ان شاء الله يهدي كل مؤمن وربي يسعدكم ويعطيكم الصحة وبارك الله فيكم. ديم الصحة سيدي، بسطني مسألتكم، كليكم يرحم والديكم، تسلوا عليا كليكم يرحم والديكم، يسعد عليكم الخير وبارك الله فيكم، يعطيكم الصحة ونشكركم ياسر 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 ياسر. واصلوا فيش كيف كيفكم في الواحد في الكومنتير يقول لي لا لا والله في المساجات الفاتن شجعوها. عيشك يا لالا. سامحوني سامحوني يا صديقتي، باش نبدا. اول ما نبدا نبدا بسم الله والصلاه والسلام على رسولنا حبيبنا محمد عليه وسلم. الف صلاه وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. الله غالب ساعات لالا راهي تدخلني بعضي ننسى الكلام. ونماشي في نص الليل. والله يا البنات كان تشوفوا اللقطه، هي على البنك وقامت، ويمكن راكم سمعتوها شويه في المونتاج في الصوت. لالا ما عادش فيه بضح. واش قلتي لي لالا؟ ماشي مسافره. ماشي مسافر. تماما. عندك وين تسافري؟ جيتي الدار وقعدي حتى النقل ما فماش. كيفاش الموتورات اللي تدور؟ ها فما فما لك راهب. طرنكوش عاد انت لالا، نحبسوا لك موتور تدي طرر طرر. قداده ولا ماكش قداده؟ قداده. هاي باهي سويقات على ام الزين. حصيله صديقاتي، بدينا معاكم بضحكه. فما هكا مفاجاه باش نفاجئكم بها. المهم صديقاتي، باش نعمل لكم الكيكه، الكيكه كيكات هما باش نعملهم. بنان نتاع فطور الصباح، وباش نعد معاكم شويه وقيت مزيان زاده، وهاكم معانا في فيديو اليوم، وان شاء الله فرجه ممتعه للناس الكل. هنا يا صديقاتي باش نحكي لكم نكته. رانا راهي نفطر، قلت لالا كيكه خلي كرواسون لالا نصوروا بيه غدوه. اليوم عملنا كيكه وغدوه نصوروا بالكرواسون، شوفوا اجابتها. هاو كرواسون. صحيح صورتي لالا بان بان في الصوره. بان في الصوره، بان في الصوره. طب ودي جات وبرد. اه ودي جات وبرد. نبد عليك توا الرساسه، نخلي حاجه تبدا هكا تاع بعض السرير الغدوه. سيدي صحيح تعرف تخرج تبدا كل شيء تصدقها. وقبل يا صديقاتي ما تشوفوا المفاجاه في شكل مقلب، باش نحضر معاكم الكيكه نتاعنا. اول ما بديت الصباح بديت بالتحضير القهوه نتاعنا، القهوه اللي هي من البن ومن الشيكوريا. فما ديما يجوني يسالوني شنو هي الشيكوريا. راهي موجوده في باكو، في مونوبي، في كارفور، في برشا بلايص موجوده. هي معناتها حبيبات رقيقه تقوي القهوه ولا تعدلها فيها بن. معناتها مش بن، راهو هو هي حبيبات تتعمل مع البن. برشا يقولوا لي يا اخي شيكوري، لا لا راهي ما عندهاش حتى علاقه. هاني دورتها لكم في المغرفه، هذه هي قهوتنا وفيها ريحه تفوح في الدار. معناتها تقوي القهوه، نسميها انا الشيكوريا، وصوبها مش غالي، معناتها 3300 ولا 3500. المهم البنات عملتها هنا في الكافيتير. لالا تعجبها قهوة الكافيتير، فما أخت قالت لي فات راهو الكافيتير ما هيش معناتها قهوتها مش باهية. لالا تعجبها القهوة في الكافيتير، هذاك علاش عملتها لها. وعملت كعيبة عظم حصير، تشوفوا بعدين ترهير أنا ولالا والضحك بالحق من القلب. ضحكنا، عملنا جو، وجايين باش نعمل لكم هكا برشا جو باش نزهوكم معانا. هي راهي كل شيء جاء على طبيعته، كي جاء على طبيعته تصوروا وان شاء الله ربي يزهيكم ويبعد البلاء عليكم اجمعين. حسيلو هنا باش حاضر الفنيجن وحاجه القهوه الكل نتاع الصباح. شوفوا البنات، انا راني في العاده مستحيل الشيء ذا نعمله وحدي، يعني باش نعمل طاوله كبيره والكل الا ما تكون معايا لالا ولا نكون مع العائله والكل. تبدا فيها نكهه وحدي، وانها كيس الحليب اللي بالشوكولاته والا قهيوه، ومعها كعبه حلو والا كعبه ياغورت مشويه مع شويه خبز وكهو. اما الفطور هكا اللي يبدا هكا رزين شويه نتاع الصباح نعمله وقت اللي تجي بحذايا لالا سيرتو، خاطر انا امي بعيده عليا كما تعرفوا كل. المهم هنا باش نبدا نحضر معاكم توا في هالكيكات هذوما. الكيكه نتاعي ديما نعملها معاكم، اما المره دي عملتها بمكونات اقل، يعني اقتصاديه اكثر، والبنه نتاعها روعه
وهكيك معناتها نبدا قاعده نعمل دباير وتطلع معايا باهي. خلينا نشاركها معاكم. هنا جبت العظم باش نعمل كعبتين عظم. ديما كالعاده العظم ديما نحطوها في صحفه قبل ما نحطوها في البول اللي باش نخدمو فيها. شفتوا كعبتين عظم خرجت كميه نتاع كيكه ما نحكيكمش، يعني 7 كعبات ولا 8 كعبات من كعبتين عظم خرجت كميه ما شاء الله تشوفوها معايا. زدت عليهم سكر بالزهر وسكر فانيليا كيس كيس. انتم تعملوا معناتها الكميه راه تنجموا تعملوا حتى الروح نتاع الفانيليا، ما عندكمش هذوما تعملوا روح الفانيليا تجي زادة بنينه. وهنا البنات باش نستعمل السكر، اللي ما تحبش السكر تنجم تعوضوا بالعسل لانه الكيكه دي تجي فيها العسل، والا تجي فيها هاك السكر الطبيعي سكر البني، والا فما سكر زاده يجي سائل تعملوا منه شويه كميه قليله. هنا انا عملت كاس الا ربع من السكر، والكيس متاعي في وزن السكر يجي 200 غرام، وزدت معاهم البنات نص كيس من زيت، زيت الذرة المدعم نزل زيت نباتي. هنا عندي كيس الا ربع حليب، كب الحليب على يدي حصيل وريت الصباح نبدا نطيب ولا نقضي، يا اما تبز على القهوة يا اما الحليب. المهم وهنا عملت مع الحليب البسباس، البسباس المرحي يمشي ياسر مع الكيكة هذه. باش نزيد معاهم الجلجلان، مش الجلجلان عجينة الجلجلان، جربوها عجينة الجلجلان وباش تتحللكم بشوية زيت، تخلطوها بشوية زيت تولي لكم سائلة وهكذا تمشي مع الخليط اللي عندكم. يعني نحاول هنا قاعدة نحل فيها وتحلت لي راهي بسهول. باش نخلطها توا معاك بقيه المكونات. حصيلو كيكه هذه صحيه بنينه تهبل، واني انا راني عملتهم في لي رمكان تو تشوفوهم الشكل نتاعهم من بعد. باش نخلط الجاتو نتاعي وتوا باش نزيد عليه يا صديقاتي كعبة ياغورت. شوفوا الحقيقة باش نكون معاكم واضحة وصريحة، الياغورت اللي استعملته هنا هو ياغورت مشمش. الحقيقة كنت معاملة على فريجيدير فيها ياغورت فاني ولا طبيعي، ما لقيتش لا فاني ولا طبيعي، وليت تلزيت باش نعمل خاطر خلطت ديجا ما حبيتش حتى نخر شوية بخل زاد. وعملت قلت لكم ياغورت المشمش تنجمو، راهو وعندي ياغورت شوكولا اما ما يجيش فيه، تنجمو تستغنوا عليها راهو كعبة ياغورت اذا ما عندكمش غير. انا حبيت نحط ومعاهم نحط الشامية. شكون زعما طلعها الجاتو هذي؟ عرفتوه البنات هذي الجاتو اللي راجلي يعشقو، وليا مات هذي اللي فاتو ما عملتهالوش، كل يوم يقولي يا اخي باش تعمليها نمشي ناخذ من برا، وليت تشجعت وعملتو. هنا باش نحط غلطت حطيت كيس ونص على اساس اني انا نحط في الدرع يا اخي، وانا طلعت نحط في الفرينه وليت نقصت نص الكيس هذاك الزيت. باش تشوفوها على ما ابسطها معناتها سهله ما فيهاش برشا تكاليف، مجرد انه يكونوا عندك المكونات في الدار تستعمليهم كل مره تكفيك وتشد لك فتره كبيره. يعني تاخذي مثلا 100 غرام من عجينه الجلجلان مع شويه شاميه عندك في الدار، يعني تعمل لك خيرات، يعني كل اسبوع تعملي منها تعمل لك خيرات. عملت كيس فرينه وعليهم 2 كيسان درا ومعاهم كيس خميرة كيميائية. الحصيلة تنجمو اللي تحبها تجيها هكا منفجة أكثر تزيد حتى نص كيس آخر من الخميرة الكيميائية متاع 11 غرام ولا 10 غرامات. توا ديما أنا راني نغربل، هو الجاتو راه وانت غربلوه ويبدأ هشوش أكثر من غير حتى ما يكون في حد شيء، مهم أنكم تغربلوها الفرينة تعطيكم كل الهكة ما نعرفش العلو نتاع الجاتو اللي يبدا خفيف، ما هوش نوري بيديا كانكم تشوفوا فيه كهو. توا تعرفوا نسجل الصوت هذا ساعتين بعد ما منتجت الفيديو مع لالا، توا منجلكم في شطره وحدي اللي هو باش نوريكم الرسائل. خلط هنا بالكدا بالطبيعه هذيك المكونات باش تتجانس مع بعضها والكل يدخل في السوائل هذيك. حاجة سهلة بصراحة، خبز الدرع من أروع ما يكون ومن أكثر الأكلات الصحية اللي معناتها تفيد البدن. علاش؟ خاطر الدرع كله
يقوي المناعة، منافع، يقنع، يعطي هكا طاقة في البدن، وما انت ما تلزش باش تاكل حاجات أخرى. وعلى فكرة اللي ما يحبوش بطريقة دي، هنا سامحوني شديت ليرة مكان بتاعي ندهن فيهم بالزبدة، ما نكسرش الزبدة باش ما تشد ليش، وتشوفوا السهولة كيفاش تنحت لي فاسيلمو. بالنسبة للي ما يحبش جاتو ولا خبزة متاع دراع وإلا حكا، نجمو تسموهم حتى كاب كيك، حاجة تحطوهم يعني إذا عندكم، نجمو تعملوهم حتى في تنوريكم مرة طريقة نعمل فيها روعة زادة سهلة مهلة من غير فور، من غير الفرن. نجمو كما قلت لكم تعملوها صحفة دراع، يعني الصباح تطيبوا الدراع وتاخدوه تحطوا فيه الشامية، تحطوا فيه شوية فواكه جافة، مهم ياسر للبدن. هنا كما قاعدين تشوفوا فيها قاعدة نهبط فيها كل وقديت روحي راه بريسك ما هبطش، عليش خاطر الكيكة دي نعملها ما تجيش جارية، ما نخليهاش سيلة برشا، يعني نحاول نخليها ملمومة هكاك تطيب لي فاسيلمون، تطلع تعلى بالكدا وتطيب من داخل. تو باش نعمل شويه زبيب، تنجموا اللي تخاف للزبيب يهبطلها في القاعه نتاع معناتها المول نتاعها والحاجه اللي طيبها، تعملوا شويه فارينه كيما تعملوا لك الحبيبات نتاع الشوكولا. انا الحقيقه هنا قعد الفوق تشوفوه كي يطيب، وخطر الخليط نتاعي عاقد ما هوش جاري ما هوش سائل. وشديت شويه فاكهه، عندي لوز، بوفريواز، زوزه، فستق، اللي كتب مربي، حتى كان مع شويه كاكاويه معاها هكا تحلوها بشويه سكر وتحطوها. للي يحب الحلو، ما تحبوش الحلو تنجموا تعملوها كيكه ولا جلجلان، زيدوا ذره منه من فوق يجي بنين يهبل. وتو دخلته في الفور على 100، انا تعرفوا هنا خدمته مره الاولى على 150، وبعدين دوب ما شميت الريحه هبطته ل 100، خليته في عقل عقله. شوفوا كيفاش خرجوا لي كعبات روعه، نودكم ولا نشهيكم، وان شاء الله قسمكم منها في الجنة اخسروا. طابت في عقل عقلها وما تحرقت ليش من فوق، والفاكهة متاعي قعدت فرشكة ما هيش هكا لونها غماق ولا مرارت. الفكرة فيش في انك تخلي الفور متاعك على نار هادية، على خاطر عبارة على انك انت تعملي فيه تخمري في خبز حاجة هكا. المهم هذوما هما الكيكات. طيب مش نتعدوا مع جونا انا وللا الحسيلو. شوفوا البنات راني ديما نحب نعدي لكم هكا موجاتنا الإيجابية كيما هكا، ساعات نفضفض لكم والكل، اما نشارككم حياتي بتفاصيلها البسيطة بضحكة هكا من القلب. نقول لازم البنات يشاركوني هاللحظات هذية. شوفوا هنا الكيكة بعد ما نحيتها والله ما عملت لها شيء، وحدها نقلبها تجي معايا، بعد ما بردت نقلبها تجي معايا، من بعد ما هبطتها من الفوق فريمون. شوفوا الفاكهه هنا كيفاش، وهاكم معانا. شوفوا المقلب ولا الاقتراح اللي اقترحته على للا. 4 ايام نهار الاثنين جيت، وين جيتي نهار الاثنين؟ ما تحسبيش جيت نهار الاثنين في الليل، ما جا نهار الاثنين، نهار الثلاثاء مشي على لقعت. لا خليني نمشي نلقح باش لالا تقوم بيا، خاطر انا نرقد مره اخرى رقدت في الضبيح تعبت، تقومي بيا وطيبي لي فطوري وبعد ما كملنا الرقح نولي نروح بيك كيما متسالفه برضو. هذا كيما انا قمت بيك انت تقومي بيا هيك ولا لا؟ هيك هو مين هاي لالا هاي يقول من قاعد تلقحي تو؟ ها من قاعد تلقحي تو؟ هلا حد قال يا عبد الحين، ما هما قالوا السبت باش يلقحونا، قالوا نهار لي انت نهار شو نهار 15 نهار لقحتي نهار 15 انت لقحت نهار 15 اي يمكن لحد لحد مرحبا بيه. وقت ما يجي يجي التلقيح هيا لالا، هاني جبت الكرواسون. شوفي جبت لك اللي قلتي لي انت واش صنفتي ولقيت كرواسون ما نجمش نشد روحي عليه،
سخونه ما برد. هيا هيا لانه برد في ساعه ساعه يخرج من الكوشه برد، يمكن هما حاطينه في بلاصه سخونه وبعدين خرجوا في الفترينه يعني. ها حاطه سيرك ما قلتي لي الزبده، ها هي في صندوق، شفتي صندوق؟ وهذه الشمية اللي ما كلتيش منها البارح حطيتها لك وما كلتيش منها، ما كلتها ما كلتها ما كلتش منها البارح. لا 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 ولا ما مسيت عم بيت احلي وخيري في البيت. ايه شفتي شو عم ببيع وتقولي اقعد ونقعد اقعدي صلي استرسي بي وبعدي معاك. لا عشان ما معاك الزين الزين يمين الزين من هرجك. وش قلتي لي لالا؟ ما كلتش منها قلت لك اليوم ما مسيتهاش. وش هذي؟ خليتها لك غود ونحطها لك في الفطور. ما يكلتها ما يكلتها لالا كل يوم نحطها وكل يوم لالا ما تاكلش منها ما يكتبش ناكل منها، خاطر انا جبتك الكيكه وجبتك الكرواسون وكلها فما كليناش. ذي الدنيا مالا في الدنيا الاخرى في نهار الحساب توا سخانه مالا الدنيا الاخرى شنو؟ شفتي لازم واحد يخدم امين، ما هو الواحد يلزم يخدم على دار غدوه يعمل الباهي خاطر راه ما يعرفش شنو يستنى، يستنى بحول الله كل خير كي يبدا عمل الخير هكا ولا لا؟ وانت لالا زعما من جماعه الخير؟ الله اعلم خيره الله اعلم يعني بيا اللي خلقني. وشي لالا القربيطه اللي عملتيها لنا من فوق الاعصاب هذه طلعت احلى بروجيكتور هذه والله البنات عامله محرمه تو قامت تبدل في بلاصتها كان الوحده كركوبه كركوب الفوق. وش يا خويلتي ليها تصويره لا لا باش نهبطها بالعين طلعت الفوق باش نهبطها على عيني كيك هبط البروجيكتور على عيني باش نحلها ما كانت مربوطه لتالي باش نحلها انا تفسك فزت السينيال ضعيفه الموفي سينيال شفتي ما كانت مربوطه لتالي باش نعملها كيك من فوق باش ندورها نهبطها على عيني. ها وين كيفاش هذيك بنات ريتو حاجة مانيش محضرة للتسجيل ولا حاجة، أما لالا راهي قاعدة تعاير لي في تلفزتي خاصم معكم. وش قلتي لي يا لالا؟ قلت لكم شفت الشاي وبعد ندمت ندمت تلفزتي بعد اللي شفت العصابة ذي تفشعت. عم تصدق قاعدة تصدق في الجلاسيري برجع تكركع هذاك وحطيه في الجلاسيري يا حل مش لازم يا كيلو كيلو قارصة لالا اسمعتني ولا عاملين كيما ام وبنتها كيما ام وبنتها ما تخرجنيش على بنتها ما تخرجنيش عليا ام وبنتها ما تخرجنيش على بعضها. السيد قالت اضربي لي توا الكلاسيال هذيك راهي فيها 6 لتر ولا قداش ميساج حطيها تحت القاص داخله شوف فيه كل يوم قاص تكرس تنحط في فيتامين سي انا مش حاط فيتامين سي هاو عندي فيتامين سي باهي راهي تموت كان على الحاجات السخونه نار هذي نار كيفاش كشوار بعد تحمل؟ لا لا خليها تبرد شوي لا بيكي بارد بارد الطول ما فيها حتى ما طعمها لا ياسر تحبي القهوة ماشي دارة ما نحبهاش قلت سخونة 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 لا لا بيكي برد الطول سكة ولد تو شنو اللي يقطع تشرب بها هكا بارد اقعد تو اضربي لها نص ساعة أخرى باش تبرد لك القهوة سخني قهوة إلا تشوش تشوفي كيفاش طالع منها آه ما نجمش أنا انسبورتابل هذيك بالنسبة لي لا أستطيع أنا بيها الخبز خذي خبز وحطي فيه شنو تحبي تحبي لي هذايا ولا هذايا شنو هذا كله حطيته لي شنو بنتي هذا هاي سكينة قصي له لا ما نفطر فيك الصباح باش ما تخميش على فطور الجيل لا لا تهني فطور الجيل عرفت ديما الاربعة الاربعة ونص افطرت ولا ما افطرتش ترتاحي تاكلي مرة في النهار لالا هاقا عاملة ريجيم صحي توا البنات قلت لالا لالا حضري روحك للمفاجأة قلت يسمي أنا راني استغفرت وشهدت وصيع النور قد على روحي واضح لالا باش ترقدي على روحك. أما عندي ليك مفاجأة اللي أنا خذيت قرار باش نولي نخليك تخدمي على روحك ونعمل لك قناة يوتيوب. أه أوخ بحقلي أنا كان ندخل المعبوكة هذه ما معبوك القربله لا دبري على روحك قناه يوتيوب خالتي لا يوتيوب لا يوتيوب
قناة يوتيوب تعودي تخلصي بالدولار يا لا لا لا. بالنونو بالنونو يا للا تخلصي باليويو قال اسبوعي عندهم الدولارات تخلصي باليويو باليويو طحن امك طحن امك طحن امك الله يرحمه وينعم طحن امك يا فوتيكا حتى انت كيكا يا للا طحن امك تخلصي بالدولار باليويو خلوا عندهم دولاراتهم واليويو تاعهم كل اه للا راي ملياردير باش تعرفوا الناس الكل اللي يشوفها في الثنير بلا للا راي ملياردير ملياردير ان شاء الله ملياردير ان شاء الله بدين محمد ان شاء الله يا ربي ما احلاها منك الحصيل البنات جست فجأة هكا قلت للا نهار اش قولكم البنات كنت حبوا تعملكم للا مونتاج فيديو كامل اما نعملوه في النهار يعني هي اللي تبدا تتفرج في التصويره وتعلق على التصويره وانا نوري فيكم في صحن العظم راني ملي تجي للا بحدايا نعمل نفحتها عظم وزيت زيتون عظم وزيت زيتون وجبن لا البنات نفدلك عليكم هي راهي نفحتي انا مشي نفحت للا نحاول البنات في الفيديوهات هذيا نعديكم انا وللا شويه هكا من قعدتنا وجونا وطاقتنا الايجابيه اللي هي تجيك هكا بال تجيك تلك لي رو نهار كامل وانا هكا بربي للا نهار كامل وانا مش عامله بيك نهار جاتني نهار كامل احنا مفدلكونا نضحكونا احنا ونقر فيها وللا ذيك وللا كيفاش تعملي كيكو وبرشا فازات ما نصورهمش خاطر نقولها كان جاب تليفون هنا ساعات نطلعوا للصح ولا نبدا في بلاد نقولها للا ذي لازمها تتصور ذي بعد ما تصير الفازه ونضحكوا عليها نقولها ما صاب راهي تصورت وهي الحاجات كي تطلع تلقائيه خير ضحكنا برشا في صباح اليوم وعلى فكره البنات انا جبت على التلقيح وجاني ميساج باش نمشي لقحك ولا لا لا الحصيل ربي يفرج علينا وربي يرفع علينا البلاء والوباء امين يا رب العالمين نخليكم في وديعة ربي في حفظه في امان الله ناس الكل.